اهلا، انا اسمي شادي من مصر، شاركت في معسكرات التعبير الرقمي العربي 2010 و2011 كمدرب صوت وموسيقى. شادي سعيد من مصر، مدرب صوت وبحب الموسيقى. كانت اكتر حاجه حبيتها في المعسكر كمدرب وان انا بشوف المعسكرين بيبتدوا بان هم لسه بنشرح في البدايه ايه هي الموسيقى، هم بيبقوا شايفين الموسيقى انها حاجه صعبه جدا ولازم الات وجيتارات ولازم ابقى اتعلم وبلعب بقالي 20 سنه. بس احسن حاجه في ان انت تشوف الناس اللي جت في الاول وهي مش عارفه قوي، مش واثقه هي هتبقى مبسوطه بالموضوع، هتعرف تعمل حاجه، او خايفه شويه، بعدين في الاخر بيخشوا جدا في الروح بتاعه الموضوع. من غير اي دروس ممله قاعدين في الفصل بيبصوا وبيكتبوا، لا هم بيفهموا من البدايه يعني ايه صوت وموسيقى. كبني ادمين فهو بيعلم طريقه جديده تماما لمعظم المعسكرين او معظم الادمين، انت تعبر عن نفسك، انت بتتعلم ان انت ممكن بدل ما تكتب كلامك انت تعمله كموسيقى.